رئاسة الجمهورية تفند التصاريح التي تنقلتها الصحافة الإلكترونية وبعض اليوميات حول لقاء مفترض جمع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مع المحامي فاروق سنطيني، وتعتبره مجرد افتراءات. انطلاق القوافل الأولى للمكاتب المتنقلة بالجنوب الكبير لتسهيل انتخاب المواطنين القاطنين بالمناطق النائية. وبعد 3 أسابيع من التنافس بين مختلف التشكيلات السياسية، المترشحون مطالبون باحترام مرحلة الصمت الانتخابي اعتبارا من منتصف ليلة اليوم. الفريق أحمد قايد صالح يتفقد الفرقة 12 مشاة ميكانيكية بالجلفة، ويدعو إلى الإبقاء على المؤسسة العسكرية في منأى عن المزايدات والطموحات السياسوية. قافلة المقاولتية للشباب تحط الرحال بالمقاطعة لدرية قرد، والرهان استقطاب الشباب حاملي المشاريع لاستحداث مؤسسات مصغرة. تحية لكم والسلام عليكم. أفاد بيان لرئاسة الجمهورية بأن عددا من التصاريح التي تنقلتها الصحافة الإلكترونية وبعض اليوميات اليوم وأمس تتحدث عن لقاء مفترض جمع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مع المحامي فاروق قسنطيني، وتطرق معه إلى قضايا متعلقة بالوضع الراهن والأفاق المستقبلية. رئاسة الجمهورية تفند تفنيذا قاطعا حقيقة هذا اللقاء، معتبرة ذلك مجرد افتراءات. في الحدث الانتخابي تنقضي عند ساعة منتصف الليل الحملة الانتخابية المحلية 23 نوفمبر الجاري بعد 22 يوما من التنافس. كثفت خلالها مختلف التشكيلات السياسية من نشاطاتها وخرجاتها الميدانية لعرض البرامج وتحسيس المواطنين بأهمية هذا الموعد والظفر بأصواتهم يوم الاقتراع. هذا وقد انطلقت اليوم قوافل مكاتب الاقتراع المتنقلة في جنوبنا الكبير لتمكين المواطنين بالمناطق النائية من تأدية واجبهم الانتخابي. مجريات اليوم الأخير من الحملة الانتخابية مع دلال بوطبة التي تلتحق بنا على مباشر. مساء الخير دلال. أهلا خالد. انقضاء الحملة الانتخابية يتزامن مع دخول مرحلة الصمت الانتخابي، وبالموازاة أيضا انطلاق المكاتب المتنقلة الخاصة بالمواطنين في المناطق النائية. فعلا خالد، هكذا تنتهي الوعود ويبقى الفيصل اختيار المواطن. فاصل ونستعرض آخر خرجات الساسة وكذا التحضيرات عشية الحدث الانتخابي. أهلا بكم. ضمن الاستعدادات والتحضيرات لإنجاح حدث المحليات، ذكر اليوم الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مرة أخرى بالإجراءات المتخذة لتأمين الانتخابات، سواء تعلق الأمر بمشاركة الأفراد العسكريين في هذه الانتخابات كغيرهم من المواطنين، أم بخصوصية التدابير الأمنية الكفيلة بتمكين الشعب الجزائري من أداء الواجب الوطني في جو من الطمأنينة والأمان. بأنني أود تذكير بالتأكيد مرة أخرى على أن واجب الأفراد العسكريين بمختلف الأسلاك حيال هذا الاستحقاق الوطني الهام واجب مزدوج يتعلق الشق الأول منه بالمشاركة في تصويت بمعين إخوانهم المواطنين، انطلاقا من أن المواطن الصالح والواعي والمخلص والصادق يسأل نفسه دوما ماذا قدم للوطن قبل أن يسأل ماذا قدم له الوطن. أما الشق الثاني فيتمثل في سهر عبر جميع مراحل العملية الانتخابية على ضمان أجواء آمنة ومحيط مستقر وتوفير كافة الظروف المناسبة التي تكفل
لإخواننا المواطنين القيام بواجبهم الوطني بكل حرية وطمأنينة. وقصد تمكين الهيئة الناخبة من ممارسة حقها في التصويت، أفاد بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمنح رخصة للغياب يوم 23 نوفمبر مدفوعة الأجر لفائدة كافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة، غير أنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين المذكورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب. وعشية إدلاء البدو والرحل بأصواتهم، انطلقت اليوم بولاية إليزي 10 مكاتب متنقلة بعد استكمال كل التحضيرات اللازمة، حيث تحصي الولاية أزيد من 980 مسجلا في قوائم المكاتب المتنقلة. إبراهيم بالخير. هي قوافل الصناديق المتنقلة والتي بلغ عددها بولاية إليزي 10 مكاتب متنقلة، وبعد استكمال كل التحضيرات لكل مكتب وجهته بحثا عن البدو والرحل في كل المناطق النائية. بعد صدور قرار معالي السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والقاضي بالترخيص للسادة الولات بتقديم افتتاح الاقتراع حسب طبيعة كل ولاية، نشهد اليوم انطلاقة المكاتب المتنقلة على مستوى المناطق النائية بالولاية. كل شيء راه جاهز، وغدوة على 8 إن شاء الله بربي يتفتح الصندوق إن شاء الله، يبدأوا يفوتوا إن شاء الله. الله اليوم أنا رايحين واد سامن مكتب متنقل رقم 15، رانا جاهزين، خلاص جاهزين، اتصال جاهز، كل شيء إن شاء الله. طارت أفرا تاسة أرهر ومناطق أخرى هي وجهة هذه القوافل حتى يتمكن السكان من أداء واجبهم الانتخابي قبل 72 ساعة عن موعد 23 نوفمبر بحضور أعضاء اللجان الفرعية للإشراف ومراقبة العملية الانتخابية. طبعا الانطلاقة سوف تكون حالا وبكل التحضيرات وبمجمل الإمكانيات البشرية والمادية. لحد الساعة نحن لم نتلقى أي إخطار وأي خروقات ما يتعلق في هذه الانطلاقة. كما سخرت السلطات المحلية كل الوسائل اللازمة لضمان نجاح أوسع لهذا الموعد الانتخابي. وعشرة مكاتب متنقلة انطلقت اليوم بولاية تندوف وأم العسل لتمكين المواطنين من تأدية واجب الانتخاب. محمد رضا بوزيان. لتمكين حوالي 10,000 ناخب من البدو الرحل بولاية تندوف من أداء واجبهم الانتخابي لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية والولائية، 10 مكاتب متنقلة خصصت للعملية، 4 منها على مستوى بلدية تندوف و6 الأخرى لبلدية أم العسل. اليوم راح تنطلق 9 مكاتب من ضمن 10 مكاتب، علما أن البارحة كان تم انطلاق مكتب من تعشناشن اللي بعد حوالي 600 كيلو مثلا من الآن من تندوف، لكي تبدأ عملية الانتخاب 72 ساعة قبل اليوم 23، وهذا حتى نتمكن من وصول إلى كل المواطنين عبر مختلف مناطق هذه الولاية، وخاصة منهم البدو والرحل والذين هم في مناطق بعيدة ومعزولة. إمكانات مادية وبشرية وفرت لضمان السير الحسن للعملية التي تتواصل إلى غاية الخميس المقبل. وضمانا للسير الحسن لاقتراع البدو الرحل بتمن رست، انطلقت قوافل الانتخاب من الولاية متجهة إلى المشات والقرى البعيدة بعد أن سخرت الدولة كل الإمكانات المادية واللوجستية. يوسف مهدي. 34 مكتب تصويت متنقل مقسم على 21 مسارا لضمان اقتراع ل 26,041 مسجلا في القوائم الانتخابية للبدو الرحل في البلديات 10 لتمن غاست. وآخر التحضيرات قبل الانطلاق معاينة المعدات والمؤن. نحن لازمنا قبل ما ننطلقوا الخروج للقرى، خاطر عندنا رانا قرى مش مستحيل باش ترجع تولي تقول خصني حاجه وخصني، اذا لازم من هذه الانطلاقه هنا لازمك تفيري في حوايجك مليح وتشوف واش خصك. هذه المكاتب اللي سوف تعرف تسبيق الاقتراع ب 72 ساعه و 48 ساعه،
كما لا يخفاكم بأن هذه المكاتب كلها مزودة بمسائل مادية وبشرية ومجهزة بوسائل اتصال. كاين تقريبا 7 إلى 8 سيارات في كل مكتب، وما يخفاكمش على أن ميزة ولاية طمنراس أن المكاتب المتنقلة متباعدة الأطراف وتقريبا يصل حتى 1500 كيلومتر في على مسار هذه المكاتب. هو انطلاق قوافل الاقتراع للبدو الرحل بثمن غاسات، قوافل ستجوب الولاية بشساعتها مرورا بإم الدير، تنطرابين وإغليان. الآن إلى آخر نشاطات الساسة. الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى نشط تجمعا شعبيا بالعاصمة عن التلفزيون توفيق عاجلي. بعد الحديث عن الثورة العظيمة ورجالتها، عرج الأمين العام للأرندي أحمد يحيى للحديث عن الحزب الذي يجمع كل الجزائريين ويقف أمام كل المحاولات التي من شأنها المساس بالجزائر. نريد إجماع كيف نعالج مشاكلنا الاقتصادية، نريد إجماع كيف نعالج مشاكلنا الاجتماعية، نريد إجماع كيف تكون الجزائر في القرن 21. نعم للعدالة الاجتماعية، نعم للتضامن الوطني، نعم لخلق الرزق نوسعوه بعضنا بعض، احنا مع وقتنا ومع عصرنا، احنا نريد خيرة الشعب الجزائري. إذا هذا ما يجبنا نقول، أن في لحظة الإصلاحات لازم الإصلاح وثم الإصلاح وبعد الإصلاح إصلاحات وطنية. أحمد يحيى قال إن الانتخابات المحلية لا معنى لها دون الجزائر، وإن الحزب يسعى لإيجاد الحلول لكل المشاكل الاجتماعية التي تسهم في ترقية حياة المواطن. وبالعاصمة نشط رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ندوة صحفية المتابعة لطه بليتي. 478 قائمة بلدية و30 قائمة ولائية بحملة انتخابية مست ربوع الوطن، هكذا قدم رئيس لافانا موسى تواتي مسعى حزبه للمحليات. بما أن الجزائري اليوم أصبح لا يؤمن بأن السلطة هي سلطة انتخابات، أصبح يؤمن بالسلطة هي سلطة العزوف عن الانتخابات أو الاستقالة من سلطته التي يخولها له القانون أو الدستور القانون الأساسي للدولة اللي هو الدستور. وهذا الشيء المشكل الحقيقي. احنا نقوله في هذا الشأن، علينا أن نذهب إلى هذه الانتخابات ونسهر على مراقبتها ومتابعتها، بدل من أن نستقيل ونترك الساحة. نطلب وندعو كل الجزائريين والجزائريات بضرورة الذهاب إلى الانتخابات. الندوة الصحفية لرئيس لافانا تناولت أيضا رؤية الحزب لتنمية حقيقية وواعدة. من جهته نشط رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو تجمعا شعبيا بتلمسان، التغطية لسفيان مقنين. في تجمع شعبي ببني ورسوس في تلمسان، رفع رئيس حزب الكرامة من أجل الاهتمام بالمناطق الحدودية. هذا الشباب اللي هما جدار الجزائر، هما اللي يحرسوا الجزائر مع الجيش الشعبي الوطني، هما عيون الجزائر. هاد الاولاد لازم تكفل بهم. كيفاش تكفل بهم؟ قدرهم، اعطيهم الشغل. ولما لا ان تكون يعني الشريط الحدودي يكون فيه المصانع؟ الا يحق للشعب الجزائري ان يرتاح؟ الا يحق للشعب الجزائري وشبابه ان يرتاحوا؟ ان يرتاحوا في وطن فيه العزة والكرامة؟ ألا يحق للشعب الآن أن يتمتع بالأمن والاستقرار وأن يتمتع بمخزونه الشباب؟ محمد بن حمو أكد على ضرورة الاهتمام بالشباب والمشاركة بقوة في الموعد الانتخابي من أجل دفع عجلة التنمية المحلية. رئيس حزب طلائعي الحريات علي بن فليس نشط تجمعا شعبيا بولاية سطيف، التغطية لليندا شعبان. أكد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس أن الجزائر تبنى وتتطور بالتحاور بين مختلف الجهات السياسية. الجزائر تبنى بالاحترام للجميع، وتبنى بالقدر، وتبنى بالاستماع لبعضنا البعض، ولا تبنى بالقلق وبالزعاف وبالشتم وبالسخط اطلاقا. الاخلاق هي اللي تبني العواصم وتبني الدول العظمى. دائما قيمنا حزب الشعب
والثوابت تاع جمعية العلماء، وهذو هما اللي تصبوا في بيان والمظاهر دولة ديمقراطية، دولة اجتماعية، دولة ذات سيادة، دولة في إطار المبادئ الإسلامية، هاي تجلد كل هذه الأفكار حرب الجزائر والاستعمار. كما قال أن برنامج حزبه متشبع بثقافة الوطنية، ومترشحو الحزب مستعدون للمشاركة في بناء الجزائر. بدوره نشط ممثل الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء مصطفى بالمهدي تجمعا شعبيا بالعاصمة للتلفزيون نعيم نويوت. قال ممثل الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء أن ولاء التحالف للدولة الجزائرية لأنها ثابتة لا تتغير وتحتاج لإعادة الثقة. إننا وعند انتهاء الحملة الانتخابية إعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات من خلال المشاركة الفاعلة ومن خلال حضور شعبي وسياسي مسؤول وتجاوز أفكار المقاطعة العقيمة والسلبية التي لا يرجى منها إصلاح ولا فلاح. الجبهة الداخلية القوية بالثقة بين المؤسسات الرسمية والرأي العام لمقاومة الضغوط السياسية والاقتصادية. والبلدية هي الخلية الأولى في الديمقراطية، إذا مارس الشعب خياره السيادي الانتخاب، يؤكد مصطفى بالمهدي. أما الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية محمد حاج جيلاني فنشط تجمعا شعبيا بقسنطينة، التغطية لأمين بعطوش والقراءة لعبد الجليل بردوتي. أكد الأمين الوطني الأول للأفافاس محمد حاج جيلاني أن هذه الحملة الانتخابية ما هي إلا محطة تمهد لتجسيد برنامج طويل المدى. إن شعار حملتنا هاته شعار ليس جافا، بل هو عنوان لبرنامج عمل طويل المدى، تضامن محلي من أجل بناء إجماع وطني، برنامج طويل المدى، لأن الانتخابات القادمة ليست إلا محطة في مسار طويل هو النضال من أجل جزائر حرة وديمقراطية وسيدة. جزائر الحريات والسيادة والمقاومة، جزائر دون فساد، جزائر المستقبل التي ستبني إجماعا وطنيا وشعبيا من كل لإنقاذها. كما ألح حاج جيلاني على مواطني قسنطينة من أجل الذهاب إلى صناديق الاقتراع لبناء جزائر موحدة وقوية. الأمين العام لحزب العمال ويزا حنون نشطت بدورها تجمعا شعبيا بولاية سيدي بلعباس عن التلفزيون مراد مزور. دعت الأمينة العامة لحزب العمال المواطنين إلى التصويت بكثافة لصالح قوائم حزبها والتي تضم حسبها كفاءات قادرة على رفع التحدي من أجل بناء جزائر قوية ومزدهرة. إن المنتخبين المحليين في المجالس البلدية والولائية المفروض أنهم من مسؤوليتهم تحسين شروط المعيشة، إذا من أجل تحقيق هذه الأهداف النبيلة فالصمود والتصدي للسطو على أصواتنا فمقاعدنا يوم 23 نوفمبر لنجتاح المجالس المحلية بقوة حتى نشرع في التحول الديمقراطي، فلننصر قوائم حزب العمال رقم 15. حنون أضافت أن الوقت قد حال لاعتماد سياسات جديدة تكون في مصلحة البلاد وتعزز سيادة الشعب في إطار احترام الدستور. أما رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد فعقد ندوة صحفية بالعاصمة عن التلفزيون فتحية بالعليا. في تقييمه لأجواء الحملة الانتخابية التي وصفها بالعادية، أكد رئيس جبهة المستقبل تمسك حزبه بالخطاب السياسي المعتدل وبمقترحات برنامجه السياسي الذي تجاوب معه المواطنون في أزيد من 300 بلدية عبر الوطن. لو نحتكم للشعب راح كل حزب يخير للميار، بما أن في تدخلات وراك تعرف كان قوائم 20 خطرة داخل المؤسسات الإدارية اللي نورمالمون تكون حيادية، لأن واحد يشري بلاصته، واحد عنده ابن عمه في القيادة، واحد عنده صحيبه، واحد عنده كذا، واحد وتبدأ المساومات. زيد عن ذلك أن لما
الحكم الاربيتر يكون طرف، راه يخير الناس اللي عندهم الولاء. فهذه الممارسات كلها مرتبطة بالديمقراطية. بالعيد عبد السلام أوضح موقف الحركة من مختلف التجاوزات لبعض الأحزاب خلال الحملة ردا على أسئلة الصحفيين، وحملا مسؤولية وضع حد لهذه التجاوزات للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس نشط تجمعا شعبيا بولاية مستغنم. كامل يا حموم. دعا عمارة بن يونس رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية سكان ولاية مستغانم للخروج بقوة يوم 23 نوفمبر والتصويت لمن يخدم مصالح الشعب. المسار الانتخابي فيه ثلاث محطات. المحطة الأولى هي المحطة اللي راح تنتهي اليوم، هي محطة الحملة الانتخابية، النقاش الحر والنقاش الشامل لكل المترشحين. اليوم تنتهي هذه المرحلة. المرحلة الثانية هي مرحلة 23 نوفمبر، مرحلة القرار، القرار السيد ليرجع للشعب الجزائري وحده. يوم 23 نوفمبر الشعب الجزائري هو اللي راح يقرر وحده شكون اللي يكون رئيس البلدية وشكون اللي يكون رئيس المجلس الشعبي الولاية. المحطة الثالثة هو الإعلان عن النتائج الرسمية من طرف الدولة الجزائرية. كما طالب عمار بن يونس بانتهاء سياسة اللامركزية في اتخاذ القرارات المهمة على المستوى المحلي. وبالعاصمة نشط رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش تجمعا شعبيا التغطية لإلهام عشير. إيجاد حلول ناجعة لمشاكل التنمية هي مسؤولية الجميع، يقول رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش. الحلول في الجزائر موجودة، علاش دائما يتصرفوا ويخليوا للانضروات ويروحوا يحكموا لي بيست؟ الشعب باهي، واحد يقول لي ان الشعب كيفاش يتحمل المسؤوليه؟ الان في انتخابات تاع 23، انا نشوف بلي لو كان يخرج الشعب بقوه، لان الان انا اي مواطن اللي يقول لي نقول له عندك الحق، صارت انتخابات مزوره، مجلس ورا مجلس، مجلس ورا مجلس، التغيير ما كانش، الفائده ما كانش، نقول لك نعم، لكن وشنو هو الحل؟ نحن لا نملك وسيلة إلا هذه الوسيلة، نتكلم نلتقي ونشارك في كل الأحداث الوطنية. بن بعيبش أكد على المشاركة بقوة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي. وبولاية بومرداس نشط رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد تجمعا شعبيا، المتابعة لنادي علبي. رئيس حزب الحرية والعدالة رافع من أجل إحداث التغيير وتحقيق العدالة الاجتماعية داعيا إلى ضرورة فتح حوار شامل للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. نتناقشوا ونتفقوا على أحسن خطة لمواجهة هذه الأزمة بأقل التكاليف. في حزب الحرية والعدالة لا يهمنا من يحكم الجزائر، يهمنا كيف يحكم هذا الشخص أو هذه الأشخاص مجموعة الجزائر. إذا يحكمها في إطار المبادئ، في إطار القوانين، بالشفافية، الله يبارك، تفضل، ونحن وراك الكل، الشعب كله وراك، لأنه هذا الشعب يحتاج إلى ما تقدر دير ولا شيء، وأزمة الثقة سائدة اليوم. محمد السعيد حث على اغتنام فترة الصمت الانتخابي لاختيار الشخص الأعرف والأشرف والأشجع لإدارة الشأن المحلي. أما الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس فاختار ولاية بصة لتنشيط تجمع شعبي. رابح مدوي. اختار الأمين العام للأفران جمال ولد عباس التاريخ في حديثه عن ولاية تبسة وعن ملحمة الجرف التي لقنت العدو الفرنسي درسا لن ينساه. هنا في هذه المنطقة في الجرف واد هليل 300 مجاهد من المجاهدين واجهوا 40,000 من المعمرين بالدبابات بالطائرات ومن إلا أسلحة خفيفة، لهذا جيت لتبسة. أقول لكم بصفة رسمية، فخامة الرئيس يعطي القرار نتاعو اللي أقرب منه هي الأفلان، هنا في الدرجة الأولى.
ولد عباس دعا إلى الوقوف بقوة يوم 23 نوفمبر إلى جانب الجبهة التي أصدرت بياناً في هذا التجمع تجدد فيه باسم سكان ولاية تبسة مساندتها لرئيس الجمهورية. من جهته نشط رئيس حركة الإصلاح الوطني في الليغوين تجمعاً شعبياً بالبيض تبعته لتلفزيون فوزية تاج. أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني في خطاباته منذ بداية الحملة الانتخابية على انشغالات المواطنين وبعث رسائل حث فيها على ضرورة المشاركة في هذه الاستحقاقات من جهة وحياد الإدارة من جهة أخرى. رسالتنا إلى المواطنين بأن يقبلوا على الانتخابات بكثافة. 5 دقائق اللي قضيها المواطن في الانتخابات تقابلها 5 سنوات مدة العهدة الانتخابية. رسالتنا الثانية للإدارة الجزائرية بأن تضمن وتكرس الحياد وأن تقف على مسافة متساوية من كل المترشحين، لأن الجميع هم جزائريين ولأنهم كلهم يريدون خدمة الشعب الجزائري. رسالتنا الثالثة هي لهؤلاء المترشحين الذين سيفوزون في الانتخابات بأن يتعاونوا ويتكاملوا بينهم. في لاليغويني رأى أن التنمية لا يحددها من يفوز يوم 23 نوفمبر، بل ما ستحققه المجالس خلال العهدة. تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي يتم بموجب القانون الجديد من رئيس القائمة الفائزة مع عدم سحب الثقة منها. اقتربنا من بعض مواطني ولاية عنابة للاستفسار عن دور هذا القانون في استقرار المجلس. حسن متطلع. بموجب المادة 65 من القانون المتعلق بالبلدية، فإن تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي يتم من متصدر القائمة، وهو أمر جديد في اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي. رأس القائمة التي تنال أغلبية الأصوات نتاع الناخبين، رأس القائمة هو الذي يعين رئيسا للمجلس الشعبي البلدي. وفي حالة وجود قائمتين اللي تحصلوا على نفس الأصوات نأخذوا هنا بعين الاعتبار المترشح الأصغر سنا. ذات القانون أنهى مشكلة سحب الثقة بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي، بينما في ظل القانون 11/10 ما بقتش هناك سحب ثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي. القانون الجديد وبحسب بعض مواطني ولاية عنابة سيقضي على حالة الانسداد في تسيير المجلس، وسيسمح بالتفرغ التام وبكل أريحية لإنجاز المشاريع التنموية وتحقيق التنمية المستدامة. أنا بحسب رأيي هذا أمر إيجابي فيما يخص تسيير البلدية مستقبلا. في كل استقرار في المجلس تكون البلدية ملاحة، وكيف هل تسمى حتى من العمال يظهروا يخدموا يظهروا كل شيء تكون ملاحه. هذه ملاحه مادام هي ملاحه، مادام هي بتاتي بترافاي، هو يحب يخدم ما عندوش معك قاعدين يعقروا فيها ولا اشكال ويحبوا يجبدوا من الساعه ما يحبوش يصرفوا بها وروحوا هذه شو ذكر معك. البعض الاخر يرى ان ذلك غير كافي، بل يجب المتابعه اليوميه لسير المشاريع. اي بو با دوني لي زوردر وسيبها رايحه هكاك على الله، لازم ديما متابعه من وراها، تتبع راك تلقى، ما تتبعش ما تلقاش. تبقى مساهمة الجميع هو الرأي الأصوب والقرار الأنجع لتحقيق الوتبة التنموية المحلية. وبالحديث عن المجالس البلدية نقف عند مسار أول نائب رئيسة مجلس بلدي في تاريخ الجزائر المستقلة، جيراتي ماما التي تولت رئاسة بلدية تسبيت بأدرار سنة 67. بورتريه عبد القادر مغنو. جيراني ماما من مواليد 41/900، هي أول امرأة تعتلي عضوية مجلس الشعبي رئيسة لمجلس بلدية تسابيت سنة 67/900. برغم إمكانية الرفض إلا أنها لبت نداء الشعب الذي اختارها للمساهمة في البناء والتشييد. شعب عبودة فوط عليا ضبط المنصب تاع فيس بريزيدنت، هذاك هو ما نسيتش نقول ما نخدمش ولا دوبل فونكسيون كانت عندي هاك القيس، بلديه الصباح والتعليم الحشيه في الهبله في الليل عائله او في الليل عائله والصباح بكري 6 أو 7 أو 8 ايه لو ترازي ادرار دي فوا ندير لي ستاج
ماماتي، هكذا كان يلقبها سكان المنطقة، وحرصت على خدمة مواطنيها على الصعيدين التربوي والنشاط المحلي، مرحلة يذكرها جيدا شيخ العربي الذي كان يعمل في مصلحة الأرشيف. هو كانت يعني تبادر يعني على حسب ذاك الوقت، ديك المبادرة نتاع القرايه وثاني البلديه ناشطين في هالمجلس. كان الحاج بن عمر تما ذاك القيس، كان هو رئيس البلديه، كان حان ذاك القيس رئيس المجلس الشعبي، وتوفى رحمه الله، توفى في سطوالي. عودنا لتا سيفيل، ها شويه لتا سيفيل، داونا الوقت وكلشي، ريسونسمون ماما، ريسونسمون ماما، كذا ماما، الفوت ماما، ماما كانت في كل شيء هي حاضره. جيراني ماما تقول إنها كانت تعمل في ظروف صعبة، أولها الأعراف المحافظة في المنطقة، إلا أنها لم تدخر جهدا لخدمة الوطن، ودعت الشباب لاستكمال رسالة الشهداء لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد. فو يديروا الليت في الليت والخدمة، عندنا لا بلاد وحدة، جزائر بلادنا، بلاد جدودنا، وخدموها لنا والله يرحم مليون الشهداء اللي طهروها. تحية تقدير لهذه المرأة. هذا ويستضيف برنامج حوار الساعة سهرة اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي. البرنامج يأتيكم عاقب نشرة الثامنة على الجزائرية الثالثة والقناة الأرضية. وتابعة للحدث الانتخابي دائما، أصدر المركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام عددا خاصا بالانتخابات المحلية لـ23 من نوفمبر الجاري بعنوان الديمقراطية التشاركية في الجزائر، تضمن دور البلدية وصلاحياتها وآليات التسيير بها، كما أدرج ملفا خاصا بالنظام الانتخابي في الجزائر. المجلة عرضت أيضا في عددها الخاص كل المشاريع التنموية المدرجة في مختلف قطاعات النشاط وكل الإمكانات المتوفرة من خلال بطاقات فنية مفصلة بالأرقام عن كل ولايات الوطن. وبهذا الخبر نختم المحليات، شكرا لكم، نعود إلى خالد وباقي ملفات الثامنة. الموعد يتجدد غدا مع سوسن بن حديد ورصد ومتابعة لانطلاق عملية التصويت عبر المكاتب المتنقلة لمواطني المناطق النائية والبدو والرحل، وطبعا التلفزيون يرصد أيضا تطلعات المواطنين من خلال هذا الموعد الانتخابي. في إطار الزيارات الميدانية والدورية إلى مختلف النواحي العسكرية وتكثيف جهود التواصل الدائم والمستمر مع الأفراد، شرع الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، شرع اعتبارا من اليوم في زيارة عمل وتفتيش إلى الفرقة 12 مشاة ميكانيكية بالجلفة ومقر قيادة الناحية العسكرية الأولى، وهذا رفقة اللواء حبيب شنتوف قائد الناحية. المزيد مع مني أحمد حرش. في اليوم الأول من الزيارة التقى السيد الفريق بإطارات وأفراد الفرقة، حيث ألقى كلمة توجيهية جدد فيها التذكير بالجهود التطويرية والتحديثية الكبرى التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي من أجل الرفع من قدراته، منوها بالأعمال الجليلة التي يقوم بها رفقة مختلف الأسلاك الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار. هذا الجيش الوطني الشعبي المبدئي والأصيل الذي ما كان له أن يصل إلى ما وصل إليه سواء في الجانب التطويري أو التحديثي المتعدد الأوجه أو من النتائج الميدانية المحققة في مجال مكافحة الإرهاب لولا تمسكه الشديد بإتباع النهج وخطى أسلافه الميامين وتمسكه بقيمهم ومبادئهم، ولولا حسن استقرائه العقلاني والرصين لخلفيات التحديات الكثيرة الراهنة، ولولا استشعاره الصائب والسليم لأبعاد أهداف الرهانات المستقبلية التي سيعمل بحول الله تعالى وقوته وفق الرؤية والتوجيهات والدعم فخامة السيد رئيس الجمهورية
القائد على القوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على مواجهتها والوقوف لها بالمرصاد وإفشال مساعيها. السيد الفريق نوه من جديد بما ورد في رسالة فخامة السيد رئيس الجمهورية الموجهة للأمة بمناسبة الذكرى 63 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة، والتي حيا فيها أفراد الجيش الوطني الشعبي على الجهود التي يبذلونها في سبيل حماية البلاد من كل الأخطار. إثر ذلك وفي نقل مباشر من ميدان الرمي والمناورات، تابع السيد الفريق تمرينا بيانيا بالرمايات الحقيقية نفذته وحدة من وحدات الفرقة، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج سنة التحضير القتالي 2017-2018، وهو التمرين الذي يهدف إلى اكتساب الخبرة الكافية في مجال التخطيط والسيطرة على الوحدات وإدارة المعركة في جو قريب من الواقع. السيد الفريق وبعد أن هنأ الأفراد المشاركين في هذا التمرين أسدى جملة من التوجيهات والتوصيات تتعلق بضرورة مواصلة بذل الجهود من أجل تحقيق التطور المرغوب والجاهزية العملياتية المطلوبة وجودة الأداء العملياتي المتكيف مع طبيعة المهام المسندة، ليستمع بعدها إلى عرض شامل قدمه قائد الفرقة حول هذه الوحدة الكبرى ضمن قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي. في ملف التعاون، استقبل اليوم وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان استقبل وزير النقل الكاميروني إدغار ألان بينغو الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين. المحادثات التي توسعت تشمل وفدي البلدين تناولت آفاق التعاون وسبل تطويره. La mission qui est la nôtre. هذه الزيارة ستعطي بتأكيد دفعة قوية للعلاقات المتميزة بين البلدين والتي يحرص قادتها على تعزيزها، ومهمتنا هي ترجمتها على الأرض في قطاع النقل بكل أنواعه، حيث نطمح للاستفادة من التقدم الذي أحرزته الجزائر بهذا المجال. كانت فرصة سانحة لتناول كل محاور التعاون بين الجزائر وبين جمهورية الكاميرون، خاصة في مجال التكوين في الموانئ وفي اللوجستيك، وكانت كذلك فرصة عرضنا خلالها كل الإنجازات التي تمت في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية، الإنجازات سواء في مجال الطيران المدني أو في مجال توسعة الموانئ وتطويرها، وكذلك في شبكة الطرقات بصفة عامة. هذا وقام وزير النقل الكاميروني بزيارة إلى عدد من الهياكل والمرافق التابعة لقطاع الأشغال العمومية والنقل، منها الديوان الوطني للأرصاد الجوية، وكذا مشروع توسعة مطار الجزائر الدولي، إضافة إلى مركب الملاحة الجوية والمدرسة الوطنية العليا للبحرية. زيارة عمل وتفقد لوزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي إلى ولاية تسمسيلت عين خلالها هياكل ومؤسسات قطاعية، وحث بالمناسبة على ضرورة تكييف التخصصات التكوينية وطابع المنطقة. نسيم يعقوبي. هم شباب سنحت لهم الفرصة من الظفر بتربص تطبيقي بهذه الملبنة بسيدي منصور بولاية تسمسيلت في تخصص تركيب وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، وهي الفرصة التي تعد بمثابة أرضية ليد عاملة مؤهلة. تطبيقي لهنا شغل لهنا زبدة أش قرينا في التكوين أنا نخدمه فيها لهنا. تطبيقي طبق واش قريت بار اكزومبل كيفاه تشارجي غاز كيفاه تفيدي كيفاه تسودي. السياحة والفلاحة من بين التخصصات التي باتت تستقطب شباب تسمسيلت، تخصصات تتلائم وطبيعة المنطقة والتي يفرضها الظرف الاقتصادي الراهن.
تسمى المنطقه فلاحي. دونك لازم الانسان يكون عنده تاهيل في المجال شغل راهي الركيزه الاولى الاقتصاد الوطني. المنطقه تاعنا منطقه زراعيه تتطلب جهود كبير، لازم لها يد عامله. سي بور صح نخترنا كاع هذا المجال باش نرفعوا من مستواها. كانت قررت الحكومه الدوله الجزائريه باش تكون الفلاحه السياحه والصناعه هما البدائل لهذا الاتجاه اللي هو تاع اللي صدروا قلبي. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، الاستراتيجيه تاعنا مبنيه كذلك على البحث الدائم على الملائمه ما بين احتياجات تاع الموارد البشريه عند المؤسسه الاقتصاديه والتكوينات التخصصات اللي نفتحها، وهذا يسهل الملائمه بين التكوين وسوق العمل وتسهيل التشغيل للشباب. كذلك ناكدوا على التكوين من ناحيه الانتربرونيا المقاولاتيه. وتعزيزا للهياكل التكوينية بالولاية، معهد وطني جديد ببلدية خميستي هو الآن طور الإنجاز بنسبة 50%، سيوجه لتخصص الفلاحة والصناعات الزراعية، ومن المتوقع استلامه نهاية شهر ماي القادم. هذا ويطلع التمهين بدور هام في تعزيز معارف الطلبة من خلال الجانب الميداني، كما هو الحال مع شباب استهوتهم فكرة تعلم مبادئ السياحة والفندقة لجانب فن الطبخ، حيث تمكنوا من التمهين في هذا المجال من خلال الحصول على فرصة عمل جديدة في قطاع السياحة والفندقة بالمنيعة. المراسلة لنا إلى حليفة. تمتاز المقاطعة الإدارية المنيعة بمقومات سياحية جميلة تجعل منها قبلة للسياح والزوار. شباب من هذه المنطقة أحبوا العمل في مجال السياحة والفندقة، حيث توجهوا إلى التمهين في هذا القطاع. حبيت نكون بحال أنا أول شخصة تقوم بهذه المبادرة، بحال باش نشجع حتى الفتيات الأخرى باش يتقدموا ويديروا الفندقة طبخ. كملت صافي الدبلوم تاعي ياه، و صافي حوس على خدمه لقيتها هنا، صبتها في فندق البستان. هنا في اطار الاتفاقيه اللي بين الوزاره وبين فندق السياحية اعطت اهميه كبيره للشباب، ما تعطيهم دفع يقدروا يدخلوا لهذا الميدان. اخرون استهوتهم فكره العمل في مجال الطبخ بانواعه، من تحضير اشهى الاطباق الممتازه والحلويات المطلوبه. الحلويات وين ماكل اكثريه الحلويات نبقي. علمونا باسيسري لي دونات المادلين، علمونا الخبز كيف نطيبوه، وعلمونا البيتزا كيف نطيبوها. دعم هؤلاء الشباب وإمكانية حصولهم على فرصة العمل في الولوج إلى عالم الفندقة والسياحة أمر لا بد منه. التسديد هالاتفاقية الإطار على مستوى الوزارة حتى نوجه الشباب في النقص الفادح خاصة في يد العاملة في ميدان السياحة والصناعة التقليدية، وكانت هذه الاتفاقية تنص على توجيه الشباب خاصة في ميدان الطبخ، الحلويات، الاستقبال وكذلك البستنة. ويبقى قطاع السياحة ميدان واسع يراد الاحتكاك بعالمه لإعطاء واجهة سياحية لهذه المنطقة الرائعة الجمال في طبيعتها. التحدي شعار وغاية تنشدها قافلة المقالاتية للشباب، القافلة التي تواصل رحلتها عبر مختلف مناطق الوطن تشجيعا ومرافقة للمقاولاتية في مختلف التخصصات. المحطة هذه المرة كانت المقاطعة الإدارية تجرت. المراسلة لمشرم الزهر. بهدف ترقية الروح المقاولاتية لدى الشباب ومرافقة المؤسسات المنشأة، حلت اليوم القافلة المقاولاتية بالمقاطعة الإدارية تجرت. هنا حضر الشباب بعديد التساؤلات والآمال. جينا المعرض هذا باش نكتشفوا في الميدان تاعنا تاع الرسام مسقط بالهندسة المعمارية، شكون عندنا فرص عمل ونخلقوا مناصب ونخلقوا مؤسسات. جينا المعرض هنا باش نشوفوا المؤسسات وباش يعني نكونوا أنفسنا بأنفسنا. جينا هنا المعرض اللي مقام باش نشوفوا كيفية إنشاء مؤسسة مصغرة، بعد خاصة إنه إحنا خريجين جدد
يعني وعلى أبواب تخرج، وكيفاه ننشئ مشروع وكيفاه نسيروه. أهداف هي أولا أنه يعني نعطيه نسترجع الثقة اللي شوية فقدها الشاب مع الإدارة، وحنا على كل حال رانا نعملوا هاد يعني القافلة الوطنية للمقاولاتية لدى الشباب تحت شعار التحدي، هي اللي يعني نحسوا الشاب باش يشارك في النهوض باقتصاد بلاده. بالتعاون مع كل الشركاء يسعى إطارات القافلة للإجابة على كل التساؤلات من خلال المعارض والمطويات التوعية والتوجيه، وهذا لتعزيز الروح المقاولتية لدى شباب المنطقة. هاي فرصة لشباب تقرت وشبابنا هنايا اللي يتقربوا من الأبواب هذه اللي منظمة هنا باش يستفيدوا أكثر، واللي عنده فكرة ويقدر يجسدها، الأبواب كلها مفتوحة وكل القطاعات اللي لها علاقة بالتشغيل كلها متواجدة. من بين الحاضرين في هذه القافلة نماذج لاستثمارات محلية ناجحة بقصد تشجيع الشباب على المبادرة. إنتاج ناجح في الاستثمار هنا في الجنوب، نحوسوا الشباب هو دركة اللي يجند ويعرض على السواعد تاعه ويلا يتفضل الفلاحة هنا راهي يتقدم لنا ويعطونا الإنتاج نتاع المحلية تقورت. بعد مدينة تقورت ستزور القافلة باقي دوائر المقاطعة الإدارية تقورت لاستقطاب الشباب وتحفيزهم على المبادرة لإنشاء المشاريع. ومن التكفل بالانشغالات المهنية للشباب المقاول إلى التكفل بالفئات الهشة، إذ أشرف المدير العام للأمن الوطني لواء عبد الغني هامل أشرف على تدشين مصلحة فرقة حماية الفئات الهشة للتكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف، وهذا بمقر الشرطة القضائية بباب الزوار. كما وقف اللواء عبد الغني هامل على مدى جاهزية القوات للتعامل مع مختلف حالات الإخلال بالنظام العام، هذا من خلال عرض تمثيلي بمقر وحدة الاحتياط والتدخل بالقبة. للتلفزيون مليك زجولي. تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الطفل تم استحداث فرقة لحماية الأشخاص الهشة بأمن الجزائر، والتي تضم ثلاثة فصائل: فصيلة لقضايا الأطفال ضحايا مختلف الاعتداءات، وفصيلة لمكافحة جنوح الأحداث، لتتعزز بفصيلة أخرى تهتم بقضايا مكافحة العنف ضد المرأة، وإنشاء قاعة للتسجيل السمعي البصري للأطفال لتسهيل تواصل الشرطة مع الأحداث. بالنسبة للقانون يحمي الحدث او لو مينور بصفه عامه، حنا سي اون ميزاجور برك تاع لي سال دو دوديسيون ولا لي سال دوديسيون دي بيرسون فينيراب، باش نسهلوا يعني مرافقه وحمايه الاحداث بصفه عامه، وهذا بقوه القانون. وفي إطار الوقوف على مدى جاهزية كتائب التدخل السريع في التعامل مع مختلف حالات محاولة الإخلال بالنظام العام، عرض تمثيلي خاص بثلاثة تمارين: حفظ النظام العام داخل الملاعب، تسيير حركة احتجاجية سلمية، والتدخل في حالة الإخلال بالنظام العام على إثر أعمال شغب. على التحضير والإعداد الجيد لقواتنا المقحمة في حفظ النظام واستتبابه، وسعيا منا للرفع من منسوب ملكاتها وقدراتها مع صقل خبرات أفرادها بمحاكاة الواقع بتحصيل تكويني تطبيقي بالأخص بما يرقي الخدمة العمومية، فقد سطرت مصالح أمن ولاية الجزائر برنامجا تكوينيا لفائدة 13 كتيبة التدخل سريع. الحفاظ على النظام العام بأبعاده من المهام الأساسية للأمن الوطني تتصدى لها باستراتيجية التكوين وعصرنة القطاع. وبالحديث عن مكاسب الطفل الجزائري في اليوم العالمي لحقوق الطفل، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غانية الدالية خلال يوم إعلامي ببومرداس حول مكتسبات الطفل الجزائري أن حماية الطفل وترقيته مسؤولية الجميع، وتتطلب التجنيد المستمر والعمل الدؤوب من خلال بيئة سليمة خالية من الأفكار المتطرفة والسلوكات المشينة. التفاصيل مع نور دحماني. أحب بحضور الجميع
وقفة للتأكيد على مجهودات الدولة وتقييم مكتسبات الطفل الجزائري من خلال المخطط الوطني للطفولة بتسليط الضوء على إنجازات كل الشركاء المعنيين بالطفولة من خلال قطاعات وزارية وهيئات وحركة جمعوية. إن هذه المبادئ تتفرغ عنها مختلف الحقوق المقررة للطفل من حيث الصحة والبيئة والتعليم والأمن، ولقد تأكدت أكثر من خلال التشريع الجزائري وتوجت الجهود بإصدار قانون حماية الطفل. تم إنجازات هامة جدا، من أهم الإنجازات وهو هي القانون اللي اصدر في جويليا 2015، قانون حماية الطفولة، وأيضا اللي من خلاله وقع إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الطفل وترقية الطفولة. وزيرة التضامن ذكرت بالأهمية القصوى التي توليها الوزارة لملف الطفولة من خلال تسطير البرامج الموجهة لها ومتابعة تجسيدها ميدانياً. لقاء الوطني الإعلامي حول مكتسبات الطفل الجزائري الذي ارتأينا من خلاله تسجيل وقفة تقييمية للعمل الذي تقوم به الوزارة ومختلف الهيئات، والمستمد من برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وقد أكد التعديل الدستوري الأخير على العناية بالأسرة بكل مكوناتها وبالطفل على وجه الخصوص، حيث ينص صراحة في مادته 72 وهي مستمدة من جذور عاداتنا وتقاليدنا والأصيلة وديننا الحنيف. كما قامت غانية إيطاليا ببومرداس بتدشين وتفقد عدد من المشاريع القطاعية التي ستعزز مكانة الطفل في الولاية. استجابة للطلب المتزايد على الطاقة، واكبت الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز هذا الطلب من خلال الاستثمار في إنتاج الطاقة على غرار مشاريع وقف عندها الرئيس المدير العام لسونالغاز محمد عرقاب ببسكرة، على غرار محطة توليد الكهرباء بطاقة 1400 ميجا وات بأوماش، والتي من شأنها ضمان تزويد ولايات المنطقة بالكهرباء. كما عاين عرقاب مشروعين لإنجاز محولين للتيار العالي ببلديتي بسكرة والحجاب. تعلم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون يوم الجمعة الفاتح من ديسمبر المقبل. في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس قنبلة تقليدية الصنع بعين الدفلة. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بنعامة تاجر مخدرات، وضبطوا قنطارين من الكيف المعالج وسيارة سياحية، فيما تم توقيف 21 مهربا بحوزتهم معدات للتنقيب عن الذهب بعين قزام. من جهة أخرى، أحبط تقول وحدة لحراس السواحل وعناصر الدرك الوطني بكل من وهران وعين تموشنت ومستغانم محاولة هجرة غير شرعية ل96 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف 27 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أضرار وغردايا وورقلة. في الشأن الفلسطيني، وللمرات الأولى منذ 10 سنوات فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، فتح أبوابه للفلسطينيين، وهذا بعد الاتفاقية التي عقدت بوساطة مصرية الشهر الماضي. ميدانيا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. دوليا أيضا، وفي المغرب لقي 17 شخصا مصرعهم جلهم نساء، وصيب 38 آخرون في حادث تدافع أثناء توزيع الغذاء من قبل منظمة خيرية كانت بصدد توزيع مساعدات غذائية على عائلات معوزة بإحدى القرى بمدينة الصويرة المغربية، إلا أن العملية شابه تدافع لأفراد الأسر البالغ عددهم قرابة 800 فرد. إلى ذلك، يتوقع ارتفاع عدد الضحايا بالنظر إلى عدد الجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات. في زيمبابوي، وبعد اجتماع طارئ، قرر الحزب الحاكم تفويض البرلمان للقيام بإجراءات إعفاء روبرت موغابي من رئاسة البلاد إن لم يقدم استقالته قبل منتصف نهار الغد، كما أجمع في الوقت ذاته على إعفائه من رئاسة الحزب، وقرر تعيين إمرسون مينانغوا
نائب موغابي السابق مرشحا للرئاسيات في الانتخابات العامة العام القادم. هذا وقد وجه الرئيس موغابي منذ قليل خطابا دون الإعلان عن استقالته. عين وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بولاية إليز عدة مشاريع قطاعية أهمها المكتبة العمومية للمطالعة، وهو مشروع من شأنه ترسيخ ثقافة المطالعة لدى النشأ، حاثا بالمناسبة على استكمال المشروع في أقرب الأجال للحفاظ على التراث الثقافي للمنطقة. يقول إبراهيم بالخير: المكتبة الولائية للمطالعة العمومية صرح ثقافي من شأنه تنشيط الحركة الثقافية بولاية إليزي وترسيخ ثقافة المطالعة لدى الناشئة. مشروع تفقده اليوم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي حاثا على استكمال مرحلة التجهيز في أقرب الأجل. وجود مكتبة في إليزي من شأنه أن يمنح أبنائها من يعني سواء من متمدرسين أو من طلبة جامعيين فرصة للاستفادة من الرصيد الوثائقي الذي تتوفر عليه، فضلا عن أنها ستكون هذه المكتبة الرئيسية أيضا فضاء للنشاطات الثقافية لتنظيم ندوات ويعني الأمسيات واللقاءات الأدبية، وتسمح أيضا وهذا هو المهم جدا في هذه المنطقة التي تزخر بعديد الجمعيات التي تهتم بالتراث وبالحفاظ عليه. لأن عندما نتحدث عن إليزي ونتحدث عن التصيلي فإننا نتحدث عن منطقة هي من أولى المناطق التي صنعت تاريخ البشرية في هذه المنطقة. وفي إطار الاتفاقية المبرمة بين قطاعي الثقافة والتربية، سلم السيد الوزير حصة من منشورات الوزارة لثانوية مبارك الميلي تشجيعا لها على النتائج المشرفة. بعدها عرج الوزير على معرض متنوع للفنون والتقاليد الشعبية بمنطقة التصيل نجار. وإلى أبرز العناوين: رئاسة الجمهورية تفند التصاريح التي تناقلتها الصحافة الإلكترونية وبعض اليوميات حول لقاء المفترض جمع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مع المحامي فاروق سنطيني، وتعتبره مجرد افتراءات. انطلاق القوافل الأولى للمكاتب المتنقلة بالجنوب الكبير لتسهيل انتخاب المواطنين القاطنين بالمناطق النائية. وكما تابعتم، بعد 3 أسابيع من التنافس بين مختلف التشكيلات السياسية، المترشحون مطالبون باحترام مرحلة الصمت الانتخابي اعتبارا من منتصف هذه الليلة. الفريق أحمد قايد صالح يتفقد الفرقة 12 مشاة ميكانيكية بالجلفة، ويدعو إلى الإبقاء على المؤسسة العسكرية في منأى عن المزايدات والطموحات السياسوية. قافلة المقاولتية للشباب تحط الرحال بالمقاطعة الإدارية جورت، والرهان استقطاب الشباب حاملي المشاريع لاستحداث مؤسسات مصغرة. تقبلوا تحية فريق الأخبار الذي يستكمل معكم المشوار مع الصفحة الرياضية بعد قليل، ومحمد شماني. إلى اللقاء.